وقالت الجبهة في بيان نشر أمس أيضا: نبشر الشعب الجزائري بأن سنة الله في التغيير غلبة، وأن التغيير قادم لا محالة. ولتذكير، فلا زالت الجزائر مرشحة للانفجار على غرار ما حدث لجيرانها التونسيين والليبيين، حيث تراكمت فيها أسباب الغضب الشعبي على الرغم من الثروة الضخمة التي حباها الله بها. تقرير محمد نوار. لماذا علي أن أصوت؟ ما الذي سيتغير في الأمر؟ هذا قطعا ما يدور في خلد أغلب الشباب الجزائري، وهناك قطاعات كبيرة في الجزائر البترولية من بينها مجموعة من الأحزاب السياسية المهمة تشاطر هؤلاء الشباب رأيهم في أي انتخابات محتملة ستعرفها الجزائر بعد الهزات العنيفة التي عرفتها دول الجوار، وعود قطعها ساكن باب المرادية كالعادة بالتغيير منذ اعتلائه سدة الحكم. فالمسار الديمقراطي في الجزائر يحمل منذ مجيء عبد العزيز بوتفليقة وزر الخطيئة الأولى، فقد ولد بعد مخاض مؤلم بلغ ذروته في انتفاضة 5 أكتوبر 1988، وسجلت شهادة ميلاده الطغمة العسكرية الحاكمة في دستور 23 فبراير عام 89 في عملية محبوكة لتدوير نظامهم المهدد وطنيا بسخط شعبي وبموضة الإصلاحات الديمقراطية الشكلية انصياعا للوضع الدولي آنذاك. إذا لم يكن هدف جنرالات الجيش الجزائري إرساء ديمقراطية حقيقية تسمح بالتعددية الحقيقية والمنافسة السياسية النزيهة والتداول السلمي على السلطة، كان الهدف تخليق شروط جديدة تسمح باستمرار النظام نفسه تحت عنوان الديمقراطية، ديمقراطية وظيفية قادرة ولو مؤقتا على امتصاص الغضب الشعبي العارم والاستجابة مظهريا للمطالب الشعبية الهدف تفتيتها وإفراغها من محتواها لاحقا. تحمل النظام الجزائري نتائج أول ممارسة حقيقية للديمقراطية عندما انهزم في أول انتخابات جزائرية نزيهة عام 90، لكنه فقد صوابه عند ظهور نتائج الدور الأول من انتخابات 91 التشريعية، حيث اتضح أن السلطة كانت ستفلت من قبضته رغم التعديلات التي أجراها على القوانين الانتخابية. كان على المسار الانتخابي أن يتوقف على الرغم من أنف الخيار الشعبي، وبقية القصة معروفة. دوامة من العنف الدموي وتفتيت مقدرات الشعب الجزائري للخلود في السلطة. هذه القصة أصبحت دليلا على كيفية التخلص من ديمقراطية تجرأت على النيل من مكتسبات جنرالات الجيش الجزائري، لتعود حليمة إلى عادتها القديمة وهي ممارسة لعبته المفضلة في تزوير وتزييف إرادة الشعب الجزائري في التغيير ولو سلميا. وهكذا ستجد الجزائر نفسها وقد عادت من جديد إلى المربع الأول، فاللعبة الديمقراطية إن صح التعبير تتطلب أكثر من وعود بإجراء تغييرات، وتحتاج إلى تضحيات يبدو أنها لا تدخل في اعتبارات ساكن باب المرادية ومن لف لفه على استمرار الوضع. في مغرب زعموا أنه محضن الديمقراطية. لكنه وجد نفسه خلف القضبان. تم اعتقالي وزبية بالسجن لأنه جمل زعيم لمدة 7 سنوات، فقط لأننا أردنا أن نفضح انتشار الرشوة داخل الجسم العسكري. وفي ثناياه وعد رسمي بحرية تتسع لجميع الأقلام، وبقانون للصحافة
يكفل للصحفيين العمل دون خوف من أن تودي بهم كلماتهم إلى السجن. نعم للإصلاح، القانون مهم، ولكن إذا كان هناك قضاء يلوي عنق القانون وذراع القانون فإن كل الإصلاحات ستكون سدى. خلال الحفل وزعت جوائز على الصحفيين وكرم آخرون ممن قضوا في هذه المهنة عقودا طويلة، لكن الجوائز والتكريم لم يمنع هؤلاء من التضامن مع زملاء لهم يحتجون خارج القاعة. في الداخل احتفالات وفي الخارج غضب واحتجاجات. في الداخل حديث عن هامش حرية لا يلبث يتسع، وفي الخارج هتافات تندد بواقع حرية يضيق على أهله أكثر فأكثر. فهنا لم يرى الواقفون طعما للاحتفال، وأحكام القضاء تقتص من الصحفيين واحدا بعد الآخر. موقف اجتمع عليه حقوقيون وصحفيون وأيضا حامل شهادات عليا من العاطلين عن العمل. فصحيفة المساء وهي الأكثر مبيعا في المغرب مهددة بالإفلاس بعد الحكم عليها بغرامة تصل إلى 800,000 دولار بسبب مقال لم يذكر المطالبين بالتعويض بالإسم. اليوم ليس يوم عيد، إنه يوم مأثم للصحافة التي تتهيأ فيها السلطة لإعدام جريدة يقرأها مئات الآلاف من المغاربة، ولهذا احنا جئنا لنبلغ صوتنا على الحكمة تصل إلى أذان سلطة بدأت تضيق ذرعا بحرية الصحافة. فالحكم على صحيفة المساء وقبله أحكام أخرى بالسجن والغرامات الثقيلة في حق صحفيين، كل ذلك جعل التوجس سيد العلاقة بين الصحفيين والسلطة. السلطة تتحدث عن صحفيين لا يرون من الكأس سوى نصفه الفارغ، وصحفيون يطالبون الدولة بالتوقف عن استعمال القضاء في حربها ضدهم أو استعمال الأمن ذريعة لتكميم الأقلام. فلا يأمن الناس وصحافتهم خائفة كما يقول.